بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت مدرسة الشيخ سيدي إبراهيم البصير للتعليم العتيق ببني عياط بإقليم الزلال ندوة علمية افتتاحية للموسم الدراسي 2019-2020 بحضور السيد عامر صاحب جلالة على إقليم الزلال ووفد مرافق لسيادته، بالإضافة إلى حضور السيد رئيس المجلس العلمي المحلي للزلال، السيد المندوب الجهوي جهة نملة خنفرة، والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية للزلال، وأيضا حضور ممثلين عن أكاديمية جهة أكاديمية التربية والتعليم جهة نملة خنفرة، والعديد من علماء المنطقة وأساتذة والأطر التربوية والإدارية للمؤسسة وطلبة وطالبات في هذه المؤسسة. نظم هذا الحفل تحت شعار قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وعرف هذا اللقاء كلمة للسيد المدير المشرف مولاي إسماعيل بصير حفظه الله، الذي تناول كلمة يعني حول موضوع هذا الافتتاح والغاية منه، وهو إعطاء نفس جديد ودفعة قوية للطلبة لكي يفتتحوا هذا العام الدراسي بهذه الندوة العلمية الافتتاحية، وأيضا عدة نصائح لهم وللطاقم الإداري لكي يقوموا بالواجب ولكي يحصلوا أجمل النتائج، وأيضا أعطى إحصائيات حول النتائج التي حققتها المؤسسة في السنة الماضية وطلبة وطالبات المؤسسة الذين تأويهم داخلية المؤسسة والذين يتعدون حوالي 400 طالب. هذا بالإضافة إلى إعطاء إحصائيات متعلقة بكل طور، سواء الطور الأولي أو الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، كما أثنى على النسبة التي حققتها المؤسسة في السنة الماضية فيما يتعلق بنسبة 98% النجاح في البكالوريا، وأيضا أثنى على جهود جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره التي تقوم بهذا التعليم العتيق وأعطته دفعة قوية منذ أن تولى جلالته يعني عرش أسلافه. فتكلم عن الظهير المنظم وعن كل القوانين المنظمة للتعليم العتيق والتي الحمد لله بوأته أحسن النتائج. كانت هناك كلمات لكل من السيد المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية والسيد رئيس المجلس العلمي، كلها تمحورت حول ما يتعلق بالتعليم العتيق والأصيل في مغربنا وعطاءاته المستمرة وما أخرج من أجيال. وكانت كلمة لي شخصيا في هذه الندوة حول ما يتعلق بشعار اللقاء، وهو قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، وخاصة ما يتعلق بوقفات فيما لهذا الشعار وتاريخ هذه المدرسة، مدرسة الشيخ سيدي إبراهيم البصير، التي يتجاوز تاريخها يعني حوالي أكثر من 200 سنة أو يزيد. الحمد لله رب العالمين.